عندي رسالة النهاردة حابة أحكيها لكم، هي حكاية وحكمة منقولة عن الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. هحكيها علشان نحس بنعمة ربنا علينا. الدكتور مصطفى محمود بيقول: كان في راجل بيبيع جرايد جنب حديقة الحيوان بالجيزة، وكنت بعدي عليه كل يوم وأنا بوصل زوجتي للشغل، أقف معاه شوية بعدين أشتري منه جريدة الأهرام عشان أتعلم أسلوب الكتابة. لكن الراجل ده علمني حاجة أهم من كده بكتير. الراجل ده علمني درس مهم جدا، درس الواحد لازم يستوعبه ويفهمه كويس ويستفيد منه العمر كله. لما كنت بعدي على الراجل ده زي ما قال دكتور مصطفى محمود كالعادة كان بيسأله: إزيك النهاردة؟ عامل إيه يا عم فلان؟ يقوم يقول له: والله في نعمة الستر. فكنت بندهش واستغرب من الإجابة، عشان كده بعد فترة سألته: اشمعنى بتقول نعمة الستر كل يوم تحديدا؟ فقال له: لأني مستور من كله. في اللي جه الدكتور مصطفى محمود قال جه على بالي اقول له يعني، او انا فكرت ما قلتلوش، فكرت عشان ما احرجش الراجل، قلت سبحان الله، يعني ده لابس بلوفر مقطع من كل حتة مع ذلك بيحمد ربنا على نعمة الستر يعني. فلما الراجل حس بحيرتي وحس ان انا يعني على حد قوله غباء مني، فبادر على طول بالشرح وقال لي: الستر ده يا ابني انواع، لما تكون مريض لكن قادر تمشي على رجليك ده ستر من مذلة المرض، لما جيبك يكون فيه 5 جنيه تكفيك تنام متعشي حتى لو عيش حاف ده يبقى ستر من مذلة الجوع، لما تكون عندك لبس يحميك من البرد حتى لو مقطع ده ستر من مذلة البرد، لما تكون حتى قادر تضحك وانت حزين لأي سبب ده ستر من مذلة الكسرة، لما تكون قادر تقرأ الجريدة اللي في ايدك دي ستر من مذلة الجهل، لما تقدر تتصل في أي وقت بأهلك وتطمنهم عليك وتطمن عليهم ده ستر من مذلة الوحدة، لما تكون عندك أي وظيفة حتى لو بتبيع جرايد زي حالاتي بس ما بتمدش ايدك لحد ده ستر من مذلة السؤال، لما يكون ابنك ربنا مبارك فيه وفي صحته وفي تعليمه وأخلاقه ومستور في بيته ده ستر من مذلة القهر، لما يكون عندك زوجة بنت حلال شايلة الهم معاك ده ستر من مذلة كسرة الراجل قدام مراته بتقدر ظروفك. الستر يا ابني مش ستر فلوس، الستر ستر نفوس. تذكر كده انك بتمتلك نعم كتيرة جدا جدا ملايين البشر ما يقدروش يطولوها، هي نعمة الستر. ربنا يجعلنا وإياكم من المستورين، وبستره الجميل ربنا يديم علينا الستر في الدنيا والآخرة. أنا اخترت البوست ده ليه؟ علشان ما طولش عليكم، عشان اللي بيحصل في غزة علمنا أننا نحترم النعم، وأن شربة المية النظيفة حلم، والرغيف الطازة إنجاز، وأن الاستحمام رفاهية كبيرة جدا لا تقدر بتمن، والبيت الصغير جدا أغلى من قصور الدنيا مدام يعني ما بيسقطش على راسك وانت نايم، مدام مستور تحت سقف بيتك. ربنا يديم النعم علينا في كل وقت وفي كل حين.